نبغي نقول لهم برافو برافو عليكم. كيف قلت لك المرأة المغربية قدرت أنها تقاسم المسؤولية مع الرجل وصبحت اليوم كتنافس الرجل سيغتو في هذه المهنة اللي صعيبة بزاف. الآن كنشوفوا المرأة المغربية شرطية، المرأة المغربية مسؤولة كبيرة في الأمن، فبرافو عليهم وربي معهم وحنا كاملين معهم بقلوبنا بأعمالنا الفنية. فحنا ملي تنغنيو تنغنيو المجتمع كامل، وتنقولوا لهم شابو. بأن عيد المرأة يدخل لكم بالصحة والسلامة باش ما تمنيتوه إن شاء الله، وكنهديه لكاع النساء وكاع الأمهات، كنبغيها بزاف و يعني أنتي أحسن أم عندي في العالم. المرأة هي نصف المجتمع، ولكن لا بغينا يعني نحددوا اكثر ونعطيوها قيمتها اكثر، فهي المجتمع، هي المربيه كتربي الاجيال، الام مدرسه اذا اعددت شعبا طيب الاعراق كما قال الشاعر. الحمد لله، يعني انا فخور جدا ان امي امراه والزوجه ديالي كذلك افتخر بها، وعندي بنياتي الله يصلحهم. ما يمكنش شي واحد، احنا كيقول لك الراجل ما يمكنش يكون يعني وراء كل رجل عظيم من امراه. واي واحد كنظن غادي تسوليه غادي تقول لي اغلى امراه عندك يقول لك الام، امي امي امي، راه زعما احسن حاجه عندنا في الحياه هي الام. واش نقول لك، كل مراتك راه امك اخرى في البيت، راه مرتك راه سي نورمال، راه الام ديالك راه في البيت راه مرتك، ولكن الام ديالك هي الاولى، راه 9 شهور والتربيه وكل شيء، والمراه ديالك راه هذيك راه على الراس والعين. هل راى الحب سكارى سكارى مثلنا هل راى الحب سكارى سكارى مثلنا كم بنينا من خيال حولنا ومشينا في طريق مقمر يا ليلي يا عيني يا ليلي.